شايفين شو الفيديو اليوم؟ شو؟ شايفين الدائرة الحمراء اللي انت جواتها؟ ممنوع تطلعوا منها. اذا طلعتوا منها بتخسروا. رح نعمل تحديات، اللي بضل اخر اشي جوا الدائرة بربح. شو بربح؟ شيبس. لا مش شيبس، رح اخده معاي على محل الالعاب ويختار لعبة. اي لعبة بدكم اياها رح تختاروها، بس بشرط اللي بضل اخر شيء. رح نعمل شغلات، ممنوع اجركم تطلع برا اللاين، برا الخط. ممنوع نحكي تعب. هيك معناها خسرتي. اوكي ماسا اليوم مش مصحصحة، مريضة ماسا، صح مسوس؟ يلا رح نبلش التحدي. ريدي؟ ريدي. برافو، ايوه هيك بدنا اياكم، حماس قوي كثير. يلا رح نبلش اللعبة. أول شي رح توقفوا على إجر واحدة مدة 10 ثواني. جاهزين؟ اللي بنزل على إجر الثانية بطلع. يلا 1 2 go. 1 2 3 4 5 6 أمونة 7 8 9 10. أمونة وفارس. أبونا وفارس اطلعوا من أول التحدي. أول اثنين طلعوا. رح نعمل التحدي الثاني. فريز، ممنوع تتحرك. أوكي راحوا يلعبوا هناك. يلا التحدي الثاني فريز، بس قلكم تحركوا موف، تتحركوا. أوكي يلا 1 2. أول شي تحركوا، جو تحركوا. فريز. شطورين، خلص فزتوا بهاي الجولة. يلا اللي بعدها، اللي بعدها رح أعطيكم كرات تمسكوها بالمعلقة بتمكم، وقع كرته هو الخسران بطلع. يلا كل واحد ياخذ معلقة. إذا يفتوها امسكوها هلا عادي. اوكي لسه ما بلشت التشالنج، امسكوها عادي. 1 2 go. فزتوا بهاي الجولة. يلا التحدي اللي بعده، في معي كيس شيبس بتحبوه، مين بده يطلع عشان الشيبس ومين بده يضل عشان اللعبة؟ ما بدكم شيبس؟ شيبس صيامي، شيبس بسوس، شيبس تيا، لا بانا، يوسف، رواد، شيبس اطلع عشانه. شيبس يا ماما، اسمه فارس بدي لعبة. يلا مين بده شيبس؟ يامي يامي. بدكم تضلوا جوا الدائرة؟ فزتوا بهاي الجولة. التشالنج اللي بعده، شايفين هون في اسماءكم؟ رح اختار منهم انا، واللي بيطلع اسمه بطلع من الدائرة. بدون زعل. هلا انا رح اختار انا اخترت ورقة اللي جواتها رح يطلع، اذا سيار اسمك رح تطلع. اوكي 1 2 يوسف. لا 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 انا عزيز.
يلا اطلع يوسف يلا لا اطلع لا اطلع يلا يوسف اطلع يلا هلا شو رح نعمل؟ رح تصير الدائرة صغيرة، رح نصغر الدائرة عشان أي حركة تطلع برا. هيدا يقنع لكم الدائرة صارت صغيرة، هلا بدكم تتحركوا وتحاولوا اجركم ما تطلع برا. يلا تحركوا اشوف. يلا هلا التحدي اللي بعده فزتوا. التحدي اللي بعده معاي ورقه وقلم، رح نسال كل واحد مين بده يطلع من اصحابه من الدائره ونشوف مين اللي اسمه بتكرر. دانا يلا روحي. يلا انا تعالي بانا وقفي. مين بدك يطلع؟ اوكي روحي. تعالي تيا. مين بدك تطلع من اللعبة؟ انا بدي ماسا. ماسا يلا روحي. تيوار تعالي. مين بدك يطلع من اللعبة؟ رواد. طب يلا روحي. رواد تعال وقف هون. مين بدك يطلع من اللعبة؟ سوار. بدك سوار يلا روح. الأسماء اللي عندي ده شوف مين الاسم المتكرر. أوكي؟ أوكي. عندي بانا، رواد، ماسا، رواد، سوار. مين الاسم المتكرر؟ رواد. زقفوا لرواد. اثنين حكوا اسم رواد. حد اللي بعده اللي بيقدر ياكل شيبس حار كتير 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 كتير. تقدروا؟ اللي ما بيقدر ياكل الشيبس الحار ما بدك ماسا؟ طب اطلعي. انا بدي اقطع الاصبع. يلا اطلعي ماسا. طيب بدك تاكلي كثير سبايسي. كله؟ لا مش كله، راح اطعميكم اكثر من حبه. اذا بتقدروا خليكم في الدائره. شو ماسا؟ تطلعي احسن؟ كلي؟ هذا كثير سبايسي. كثير؟ يلا بدي اياه. يلا كلوا. إذا ما قدرتي اطلعي ماسا. وقادر. في كمان رح تاكله. اللي بده مي يطلع يشرب مي هناك. يلا. طلعت ماسا زقفولها. يلا كمان مرة شيبس. اللي ما بده يطلع. اخذ هدية. رح توقفوا على اجر واحدة كمان مرة. يلا عشان هالدائرة هلا تكون صغيرة. 1 2 جو. وان تو ثري فور فايف. سوار. سوار طلعت. اخر مرة انتو. اوكي 1 2 3 جو. طلعتي 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 برا الخط. تيا اللي فازت. تيا اللي فازت. مبروك تيا. تيا هلا رح ناخذك على محل الالعاب تختاري لعبه. هلا انا بدي اختار لعبه. تيا شافت هاي اللعبه البيبي وهاي الباربي. شو بدك تيا؟ بدك بيبي؟ بيبي. خلص خديها، هاي هديتك للتحدي اليوم. اوكي وكمان اسمها لالي ولا سوار. وانا اذا عجبكم